من بعد خلطة كريستيانو رونالدو اليوم حنعمل كومبو خاص لميسي. فزي ما شايفين بلشنا بأول إشي بيناسب علم الأرجنتين أو فريقه أو حتى البلايز تبعتهم تبعت الوميض التشيب مع الرينج تبع اللهيب الدوران اليساري، وكمان عنا أرمور الشجاع الثلاثي. تذكير سريع ب 21/3 بوقت تصوير هذا الفيديو لساتنا ما عرفنا شو المفاجأة. أكيد ميسي لاعب هجومي فأعطيناه حديدة هجومية تبعت الشجاع القمة أو شجاع الداينامايت، ومش بس هيك كمان زبطناه بدرايفر هجومي رهيب بنسخة داش مقوية بالزنبرك واللي هو هذا درايفر السيف الوهاج تبع البيو الداينامايت. فخلونا نركبه ونشوف قوة أسنان البلبل. أسنان قوية. ووزن الخلطة 76 جرام مقارنة مع وزن خلطة كريستيانو رونالدو 76 جرام. تخيلوا شو هالصدفة. شايفين يا جماعة إذا في منافسة قوية أكيد رح نعمل نزال بينهم، ولكن بفيديو منفصل. اليوم رح نختبر خلطة ميسي مع بلابل بشكل عام. عشان هيك اشتركوا بالقناة وحطوا لايك على هذا الفيديو لنوصلوا أكبر عدد لايكات ممكن وننزلهم ضد بعض. فبالجولة الأولى ضد أخيل الداينامايت، خلونا نشوف مين حيفوز بهالنزال. ضربات قوية. ميسي ضد أغيض. تخيل أحلام نومة العصر. أغيض وميسي مع بعض. نقطة لميسي. جولة ثانية. اخس يا ميسي. سيطر على حالك وفوز. أوه ضربة قوية. طبعا الأخيل زي ما بتعرفوا بنحط ب 56 وضعية ولا إشي هيك كان رقم، وبنحط دوران يمين ودوران يساري. أخذ هاي الميزات من بلبل اللهيب بالبيو والداينامايت. فخلونا نشوف مين حيفوز. مجهزين طبعا مجموعة بلابل اليسارية. ترى في عنا ست بلابل يسارية. مبروك لميسي. فجر الأغيض. فجر أخير الأخير. ومعقول يمر فيديو ما أذكركم تابعوني على الإنستغرام والسناب شات والتيك توك. الروابط كلها بصندوق الوصف. أفعل كوبرا من كواد سترايك. كواد درايف. يعني بنصحك ما تقرب من ميسي، يعني بنصحك. على فكرة في ناس كتير سألوني لو انت مين بتحب اكتر كريستيانو ولا ميسي، فأنا عارف ان اذا جاوبت يعني في ناس حيصيروا يكرهوني عشان بحب واحد مهم، لانه زي ما بتعرفوا في كتير ناس ما بتتقبل اراء الاخرين للأسف. بس راح احكي انا صراحة شوي بفضل ميسي عن كريستيانو، بس اكيد لاعبين التنين شاطرين ومحترفين ومحترمين، و يعني اثنين كل واحد له فانزاته واحترامه وتقديره. يعني ما فيش حدا منهم والله انقلت قيمته مثلا او اتبهدل اخر فتره. اللي حيتبهدل هو بلبل افعى الكوبرا اللي مش راضي ينعمل له بيرست او ينضرب ضربه قويه. انا مش فاهم ليه. ايش فيه؟ وكميسي. ايوه هيك. هلا عندنا مجموعه خلطات عشوائيه جدا رح ننزلها، ما بعرف ما لقيتها من القطع الزياده. فرح نكمل مثلا ميسي ضد هذا الاشي. وكم احلى البلبل وال يا جماعه الشجاع محل اللير مع الشيب تبعت كوكب الاشباح. منظر البلبل بالحقيقه كثير حلو. اوه رينج شجاع القافز داينامايت وبالنص قطعه كوكب الاشباح. كثير حلو، ما توقعت هيك تطلع. ما بعرف ليه. والشجاع عشان اخذنا حديدته رح نعطيه حديده مع شيء يخرب عليه. جير دوران يميني. فاز بالامتصاص. شرير المتفجر ملك الداينامايت. اول اصدار داينامايتي. البلبل اللي عملنا جزئين زياده هيك بدون ما حد يطلبهم. تمام. لاعب لين كان لين. يس اسمه لين. ليل ليل لين اي شيء بدر. هو لين انا حكيت له ليل عشان يصير مذكر. وخسر. لا تعادلوا. براثن الداينامايت. شو حيصير فيه يا ترى؟ فريد وميسي. احلام نومة المغرب هذه. تمام حنشوف مين حيفوز بهالجولة وننتقل. إيه لسه في عندنا كثير بلعب اليسارية، وعندنا كمان خلطة مع كوكب الاشباح قافزة كانها اتوقع. يس قافزة. مبروك لميسي. فاز فريد. اخس يا فريد متى بتخسر ميسي؟ المهم خلونا نكمل. مطاط قافز. يلا يا كوكب الاشباح. مش عم تشتغل تقنية القفز ليش؟ هل هي بتشتغل مع الاطلاق القوي؟ زي ما اول ما جبته انا ما كنتش اعرف اشغله، بس يعني مش تناسق مع اللير شكله. هي اشتغل. وال ميسي. ايوه بوم دي. ضربات قوية.
طبعا ما بدي اذكركم كمان مره لازم تحطوا لايك، فشكرا لكل شخص حط لايك من اول مره، شكرا كثير. فاز خسر ميسي. هلا هون عندنا وميض. اها وميض معدل. هلا شوف انا صراحه كنت اختار لميسي قطعه الوميض الثانيه، بس بعدين يعني حتصير غير الوميض، فانا حكيت لا لازم نغير، اعطيته حط قطعه اللهيب. زي شايفين هذا وميض هيك عملته من باقي القطع، لانه نحن اخذنا نص قطعه حديد تو الشب تبعته. اضرب اضرب الوميض. اوكي هاي جوله مش كثير عادله. تنين البارع، ليش ما استغليت نقطة الضعف يا زلمة يا تنين بارع؟ امتص منه يا لهيب. هل لهيب بقدر يمتص؟ على فكرة أنا كملت الجولة ما رجعت أطلقته، عشان هيك شايفين أنتم أشياء غريبة. ولكن رح نعيد الجولة عشانكم، فرح نطلع أكيد عشان العدل اليساري أولاً. ها جهاز إطلاق يميني. أوكي. تنين. تنين البارع. هلا كل شخص معه تنين البارع رح ينبسط انه فاز خلفة ميسي، واللي بيكرهوا ميسي كمان يعني. يا زلمه بكفي حرب لاعبي، ما حدا اصلا سامع عنكم ولا حدا عارف عنا، يعني بتقاتلوا بالكومنتات انه اه ميسي عمك، لا كريستيانو عمك. ما تتقاتل لانه اللاعبين نفسهم مش مهتمين. اوكي عندنا لهيب البيو الجزء السابع اليساري. حاسس في مطاط طالع منه هيك، ما بعرفش اذا اجنحه زي كوكب الاشباح اللهيب او خيال اللهيب عامل هيك تهيؤات. ترى لاحظت من هذا اللهيب انه اللاير تبعته صلبه صراحه، يعني صراحه لا يزاح بسهوله بغض النظر انها مش كثير هجوميه او هيك، بعتبرها مزدوجه صراحه، هو فعليا مزدوج ممكن نعتبره. فبس هيك معلومه بعد اختباره. اضرب ضربات كويسة. بس هيك يعني كيف احكي لكم انه لهيب البيو صراحة ممكن نحكي من بلابل الدايناميت اللي بالنسبة لي مستحيل ينكسر بسهولة صراحة، مش حساس، ما فيها منطقة والله ضعيفة ممكن هيك يصير فيها كراك او تشقق. عسيرة اللهيب عندنا اشي تاني غريب. اندماج اللهيب. المنزيقة. كيف نحطه؟ كأنه وقت اختفى. مزبوط؟ مش عارف مزبوط، تعال نجرب الشغلة. ما انه عم نضيع وقت، بدي اجرب شغلة واللي هي بتعرفوا هذا اكيد صح؟ بتعرفوا هالقطع؟ بدي اجربها على لاير الكلب، شوف اذا بتركب عيب الوش. ولا ما زبطت معي. لهيب اخذي على الكوكب على الحامي. كيف نرجعه من دون ريبكورد؟ ايوه هرجع للنص الحلب. ايوه ضربات قويه هجوميه من اللهيب. انا بحس خلطه ميسي شوي انظلمت من الدرايفر، مش سريع كثير، بس برضه نفس الشيء كريستيانو رونالدو كان عنده قاعده معدنيه هجوميه صراحه. انت شفتوا تنين البارع صح؟ انا كنت احط درايفر تنين البارع لخلطه ميسي، بس انا مو داش فحكيت لا هلا بصير نعمل بيرس بسهوله وبخسر. ف يعني بالعكس انا عم بحاول اكون عادل هيك مع كل اللاعبين. شجاع القمه. واو اوكي اوكي اوكي. هون عندنا السيف تحملي. احذروا شو الدرايفر. ها راح يستحمل. اللهيب. ايه مش قادرين اغير اتجاهه. مش ضابطه معي بالخيط. قال ليش اجهزه الاطلاق بتخرب. لا بمزح انا ما مش عادتي اعمل هيك اخرب من الجهاز. ضل عندنا كم من خصم. خلطة حلوة. جارح المشهور. بطل بطل مشهور. طب نكمل النزال باطلاق بلبل مخالف. شرير ايش بيحكوا له؟ الخطير. دينجرس بيليال. هذا مين؟ هذا ايش كان هذا؟ اخر تطور نسيت شو كان. ممكن سميته الشرير الاخير ايش هيك مش متذكر.
الجزء السابع. يلا ترى اول بلبل بالجزء السابع صراحه كان ضعيف، هذا هو اللي قدامكم من دون الجيرز. انا فكيت الجيرز عنهم يعني عشان هيك نشوف ادائهم وشكلهم الجميل لحالهم. والنزال قبل الاخير. ايه ما ركبش. يلا عادي اسمع راح نطلعه كمان هيك كوكب الاشباح بيستفيد. قصدي اجنحة السلام. شو هالجولة هاي؟ طلعنا نزال واحد. ميسي متى حتخبط؟ تمام، اهم خلطة ضربة بالحلبة راحت. صار النزال بين حدا تاني هلا. اظن كوكب الاشباح اصلا اوريدي حيفوز لانه قاعدته بتمتص كويس تتحمل. بالنسبة للشيء الثاني رح نرجع نطلعه، بلبل التوأم السوبر كينجي. بدنا ريب كورد. مشكلة ما فيش ولا ريب كورد قريب علي. خلص ما رح ندخل مرة، مفيش داعي. طبعا شكرا لمتابعتكم فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، تحطوا لايك. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي، وانتظروا اكيد ميسي ضد كريستيانو. تمام، من حيفوز مبروك لميسي.